نطلب منك تزيد لهذا البرنامج ديالك حدي راسك من المغاربة. أي هي المغاربة كينصبو وكيغشو وكيشفرو. انت في اعتقادك هذه القضية ديال النصب والغش وتشفرت مرتبطة بجنسية معينة، بجنس معين، بمخلوق معين، هو الشخص المغربي، مرا ولا راجل؟ نعم السي محمد. ألاش تجاربك كانت قاسية في الحياة لدرجة أنك وليتي كتعتقد باللي كل الناس خايبين؟ والأكثرية اللي تعاشرت معهم كنلقاهم خايبين. واحد المرة طلعت للكار، نركب في الكار من تازة فاس، لقيت واحد الشاب لابس جلابة بيضاء ومحسن راسو داير واحد اللحية كحالة طويلة تبارك الله. قلت أنا هذا ولي الله، جاب والله نترافق أنا وياه. خلى واحد السويك ديالو حدايا وحوت اللي جا قعد على جنبي، قال لي عطيني داك الصاك عافاك. هزيت الصاك مديته له، ملي هبوت هو حتى واحد ما طلع للكار ولا هبط. ملي قلب الصاك قال لي مشاو لي فلوس، قلت له دي الصاك ديالك حتى واحد ما شاف فيه بعينيه الا انا. قلت له شحال مشى لك فلوس؟ قال لي مشات لي 100 درهم. لو دينا ما ديت لك والو، قلت خاطري واخا هاد 100 درهم نعطيها وما نعاودش ندخل. قال لي نجيب لك البوليس. قلت له شغلك ايه؟ هو جاب لي البوليسي. طلع البوليسي، السلام عليكم، التعريف ديالك؟ عطيت له التعريف ديالي. قال لي هاد السيد قال لك خلى حداك الساك ومشى له من الفلوس. وهذاك الشيء اللي قال الشخص رسول عافاك شحال مشاو له ديال الفلوس؟ قال له شحال مشاو لك فلوس؟ قال مشات لي 100 درهم. ربطي بيه الجيب، انا كنجبد واحد 3000 درهم ولا 4000 صحيح في الجيب اليمن. ردي ساعة وضربت في الجيب الاخر جبدت واحد 2000 ولا 3000. الشاب اللي عنده هاد الفلوس يسرق 100 درهم باش يحشو المضاع. قال له شاف في يدو المداد مسني على شي حاجة. قال له هاد المداد اللي في يدك علاش؟ كيتمتم. قال له قول لي علاش هاد المدار اللي في يدك؟ والله يلا تمشي معايا للكوميسارية. قال له كان هو في الحبس. قال له غادي ترجع له ان شاء الله دابا. قال له انت كتفهم الناس وكدير هاد الفلوس قليلة باش يجبدها السيد يعطيها لك وما يوصلش معاك لشي حاجة أخرى. ومشى بحالو. قال لي هو لا، قال لي هو نمشي ندير لك انت وياه محضر. وكان قريب العيد الكبير، باقي له واحد 15 يوم ولا 20. لو دينا ما ندير معاه محضر، ندير معاه محضر عند الله هو يخلصو. وانا هاد الكار اللي مقطع فيه هاد السيد ما نمشيش فيه كاع، وسمحت فيه ومشيت في حالي. واضح. انا بغيت نسطر معاك على واحد الكلمه قلتيها قبيله، قلتي نعم. اكثريه الناس لقيتهم خايبين. اذا في وسط المغاربه كاين واحد الاكثريه وراه كاين واحد النسبه واحد اخرى مزيانه، ياكل الله. النسبه قليله، نسبه مزيانه واه، ولكن كيبغيو يديروا داك الشيء مزيان كيجيو دوك اللي ما يخدموش مزيان كيضيعوا كل شيء. وهذا علاش بغيت من بعد اذنك يا مستمعي الكريم نخوض في واحد الموضوع في عجاله، مع الشكر ليك طبعا. هو احنا كلنا للاسف كل واحد فينا كيعتقد هو اللي عنده الحق، كل واحد فينا كيعتقد هو المزيان، كل واحد فينا لما كيتكلم على الاخر كيتكلم عليه بصيغه انه خايب، الناس ما مزيانينش، ما بقاش المعقول، كلشي شفار. وكنستعملوا هذه الكلمه ديال التعميم، كلشي شفار، كلشي نصاب، بنادم ما كيسواش، الناس خايبين. وكل واحد اللي كينطق بهذا الكلام عند باله هو اللي زوين، فكانه كلشي خايب وملي كل واحد كيهضر فينا هو اللي زوين. اذا كلنا زوينين، فما عرفش الخايبين شكون هما. واش شي وحدين جايين من الفضاء هما اللي كيعملوا الاخطاء، على اعتبار ان كل واحد فينا كيتكلم كيتكلم من منطلق انه لا يخطئ، وهذا في حد ذاته ترقاع في فهم مفهوم الحياه بصفه عامه. الحياه مد وجزر، كنخطئوا وكنصيبوا، الاهم انه تكون نسبه الصواب اكثر من نسبه الخطا. هو اللي كنحرصوا عليه، هو اللي كتحرص عليه الامم وحرصت عليه واستطاعت انها توصل لمصاف الدول المتقدمه، حيث ولا فيها المعقول قاعده والخواض استثناء. بعض الدول المتخلفة للأسف فيها الخواض قاعدة والمعقول استثناء. إلا كنا من هاد القوم فلا ينطبق عنا أننا كلنا خايبين، ولكن فينا الخيب وفينا المزيان، وكل واحد فينا يكون هو البادي.
كل واحد فينا يكون هو القدوة للآخر. إلا كنتي كتشوف الناس كلهم خايبين وكيرميو الزبل مثلا في الزنقة، حرص انت انك عمرك ما ترمي الزبل في الزنقة، وربي محيطك اللي انت عندك عليه واحد السلطة معنوية انه ما يرمي شيء الزبل في الزنقة. هذا غير مثال، اما مناحي الحياة كثيرة وكثيرة جدا.